سعادة سفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية المصرية، نرحب بك أولا. أهلا بحضرتك سعادة سفير. فيما يتعلق بالجانب الخاص بالخطوة التي بموجبها يتم التواصل مع الخارجيات وفق هذا الإعلان والخارجيات في الدول المختلفة لإخطارهم بما يترتب على هذا القانون وبتعامل مصر مع كل المعطيات الخاصة بهذا القرار، كيف أو ما هي الخطوات التي ستتخذ فورا عن طريق الخارجية المصرية؟ احنا يعني فورا طبعا هيتم تنفيذ الجانب الاجرائي من قرار مجلس الوزراء، وهو خاصه الفقره 3 اللي بتتكلم على واقتبس اختار الدول العربيه المنضمه لاتفاقيه مكافحه الارهاب لعام 1998 بهذا القرار. ده اللي هيتم تنفيذه بشكل فوري. اما فيما يتعلق بالقرار ككل وملابساته واثاره، طبعا الإدارة القانونية في وزارة الخارجية ستعكف على دراسته ونشوف إيه الخطوات التالية، إنما الشق الفوري هو تنفيذ الفقرة الثالثة من القرار الصادر عن مجلس الوزراء. نعم، أهم الدول الموقعة سعادة سفير على هذه الاتفاقية، يعني في حوالي 17 دولة عربية موقعة، في بعض منها صدق الاتفاقية والبعض الآخر لم يصدق. يعني عندنا في دول الخليج العربي، عندنا الجزائر، تونس، قطر، السودان، الصومال، العراق، عمان، فلسطين، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر بطبيعة الحال، المملكة المغربية، موريتانيا، الجمهورية اليمنية. نعم، نشكرك شكرا جزيلا سعادة سفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية المصرية.